حمايا الحمايا على بها ابو خالد صعود. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. الانطلاقات ما زالت مستمرة والتحديات متواصلة. نصل نحن وإياكم إلى انطلاقات أشواط مقيض خارج الدار. أول أشواط القعدان ينطلق على بركة الله وتوفيق. نسير مع هذه الأسماء وتابع عنيد على المركز الأول، ناصر بن مسلم بن سالم بن حميد الغفيلي على مقدمة الشوط، يتقدم بانطلاقة شوطنا الخامس عشر الخاص بالحقائق القعدان. وتابع المركز الثاني ملفت يتحرك في هذه اللحظات، علي بن سيف بن علي بن راشد الكتبي يتقدم شعار بن كليب، يعلن هجومه وحضوره بانطلاقة ملفت. المركز الثالث أجد هتاش سيف بن سهيل بن خيره العفاري يتقدم راعي مواجه وينطلق بانطلاقة هتاش ويصل مع هذه الأسماء أيضا الحضور وأيضا الانطلاق. الوصول من شاهين محمد بن صالح بن نبي بن مسن الكثير يتقدم يهاجم مع هذه الأسماء الواصل. هذا شعار سالم بن كاسب بن خليفة المسافري يحرك لنا شاهين وينطلق معه على المراكز الأمامية. ياهو تحدي ما بين هذه الأسماء، ياهي انطلاقه ما بين هذه الشعارات الكبيرة. شوف التجاوزات، شوف هذه الانطلاقات مع هذه الشعارات المميزة. وتابع أيضا انطلاقة وحضور وضاح ومبارك بن سعيد بن مبارك المخبي. ولكن خلوني بعود إلى مقدمة شوط، بعود إلى صدارة شوط لأتابع المراكز الأولى المتقدمة والمتصدرة المتمسكة بزمام الأمور. مقدمة شوط غير عنيد على المركز الأول، ناصر بن مسلم بن سالم بن حميد الغفيلي على مقدمة شوط. المركز الثاني يتحرك في هذه اللحظات، ينطلق ملفت فيصل بن محمد بن علي الجربوعي المري يتحرك على المركز الثاني وينطلق بهذا الانطلاق وبهذا التحدي. المركز الثالث القدوم من هتاش يتحرك في هذه اللحظات سيف بن سهيل بن خير العفاري. والمركز الرابع وتابع القدوم والانطلاق من وضاح مبارك بن سعيد بن مبارك المخيبي. القدوم والهجوم الحضور من أشقر مسلم بن حمد بن متعب العامري يتدخل ويصل في هذه اللحظات. شعار زاهي ينطلق بمبهر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتدخل ويصل متباهي حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي. ولكن الجربوعي انطلق تحرك على صدارة الشوط بدون أوامر، غير على المركز الأول راعي ملفت فيصل بن محمد بن علي الجربوعي المري. ولكن بن متعب وبن شامس يتحركون، والقادم بن مروشد والحاضر بن مرقان. ولكن شوف المحاربي غير على المقدمة راعي متباهي حمود بن عبد الله بن شامس. المحاربي ينطلق بمقدمة الشوط، بن مرقان على المركز الثاني، بن مرقان يتحرك وبن كاسب وبن متعب. ولكن بن شامس انطلق بالفوز متباهي وإلى الزهرة. السلام وإلى الزهرة. الفوز مشكور يا راعي متباهي، يقدم هذا الأداء الباهي والجميل. سلام يا حمود يا بن شامس يا المحاربي يا راعي متباهي، تهانينا والناموس. المركز الثاني كانت لحظة وصول القاسي محمد بن فريد بن حميد بن مرقان المقارح. المركز الثالث لحظة الوصول، هذا شعار بن متعب من انطلق على المركز الثالث مسلم بن حمد متعب العامري. والمركز الرابع كان شعار قاصد سالم بن سعيد بن عمال المهيري. والمركز الخامس كان وصول المركز الخامس رصاد
سعيد بن مسلم بن تنزول العامري. تهانينا والناموس للجميع، تهانينا والناموس يا راعي متباهي حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي. ينتزع ناموس الشوط بكل قوة وبكل جدارة وبتوقيت زمني لحظة وصول 4:28، 5 أجزاء من الثانية. سلام متباهي، سلام سلام الزاهرة، سلام مشكور يا حمود يا بن عبد الله يا بن شامس يا المحاربي. المركز الثاني القاسي، توقيت الزمن 4:30، 6 أجزاء من الثانية. شعار محمد بن برقان بن مقارح المري. المركز الثالث التوقيت الزمني لحظة الوصول، الوصول شعار بن متعب هناك، والتوقيت لحظة الوصول من أشقر مسلم بن حمد متعب العامري. التوقيت هو 4:30 أو 2:30 بدون أجزاء من الثانية. أنا والناموس المركز الرابع لحظة وصولي قاصد سالم بسعيد بن عمان المهيري على المركز الرابع، والتوقيت 4:32.5 أجزاء من الثانية. والمركز الخامس لحظة وصول وضاح بارك بسعيد بن مبارك المخيبي، والتوقيت الزمني 4 دقائق لحظات وصوله 33 ثانية، جزءا وحيدا من الثانية. تارين وناموس للجميع. من الفرح رفت سرايا ودنت بريس الظفر.